الأجواء حقت أبها مرة مرة مميزة ومرة فنانة وأنا أحبها أبها. طب كيف شفتي المواقع السياحية؟ وين رحتوا في أبها؟ رحنا مدينة العالية استانسنا، ورحنا ممشى الضباب واستانسنا وانبسطنا كده، مرة انبسطنا وحبينا الأجواء. احنا حبيناك بعد. طيب يلا ابغى منك مشاركه، ايش الشيء اللي تقدرين تسمعينه وتقولين لنا الحين عن ابها؟ اجيتك يا ابها من قصايا ولهفتي تسبق خطايا، تقول اهلا وانا لبي صوت المطر يطرب اسماي، وحياكم الله في ابها واتمنى لكم طيب الاقامه في ابها. عليك. طيب خلينا نتكلم عن مين جاء معاك أبها؟ وين رايحين اليوم؟ وين بتروحون زيادة؟ نروح نتمشى، والليل نروح الراشد شوي ننبسط ونلعب وبعدين نروح البيت. يلا أنا أخليك تروحين تنبسطين وتلعبين. شكرا لك. عفواً.